معي هاتفيا المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن المعمر. أهلا دكتور. أهلا وسهلا أخي عبد الله، حياك الله. الله يطول لي أمرك. كيف ممكن يصرف علاج منتهية صلاحيتها عندكم يا دكتور؟ هو عادة العلاج إذا يصرف منتهي صلاحيته غالبا يكون خلل في أمرين. أيوة. إما يكون التنظيم نفسه زين ما لم يوضع بشكل سليم بحيث أحدث هذا الخلل، يعني السياسات والإجراءات اللي يعمل بها في انتقال الدواء من المستودع للصيدلية ومن الصيدلية إلى المريض. زين أن يكون في خلل في أحد السياسات والإجراءات. أول سبب الثاني أن يكون هناك خطأ فردي، بمعنى أنه شخص معين من واحد في هذه السلسلة لم يتبع السياسة والإجراءات المحددة. ممتاز. زين وحدث هذا الخلل. ممتاز. كيف ممكن تتكلم عن اللي حصل لزوجة أبو سعد؟ حقنت هي وانتهينا. طبعا يمكن بس القضية ما أنا مطلع عليها بالتفاصيل، كان ودي أعطى وقت أكثر عشان أخذ التفاصيل، لكن حسب ما أعرفه وأنا حقيقة ما سمعت مداخلة أخوي أبو سعد. أنا بشرح لك إياها باختصار. وحنا ارسلناها لكم اليوم من الظهر، بس بقول لك وهي شكوى موجودة عندكم من الأربعاء، لكن بشرحها لك. المرأة تعالج من عقم وصرف لها حقنة، طلعت الحقنة هذه منتهية الصلاحية من شهر وراء. المرأة حقنت الآن. جو اشتكوا لكم، قلتوا أنتوا خير إن شاء الله وبنشوف الموضوع، ولا حد كلمهم ولا أحد عطاهم أي اهتمام. ثانياً لما سألوا الصيدلية قالوا لهم الصيدلية عندكم أنه ترى الدواء مو موجود وكل اللي عندنا منتهية الصلاحية. هذه القضية، كيف ممكن تتكلم عنها؟ طيب فعلا هذا هو زي ما وصلني. اللي أنا بتكلم عنه، إحنا لما وصلنا هذه الشكوى إحنا عادة ننظرها زي ما قلت لك من ثلاثة نواحي. الناحية الأولى، هل في خطر على المريض لا سمح الله يستدعي الآن تدخل علاجي مباشر، بحيث أنه في هذا الموضوع بالذات تحدث مع الطبيب المعالج، حددت له نوع الحقنة اللي أخذتها أختنا، كذلك التاريخ، وتبين الحمد لله من استشارة الطبيب المعالج أنه أخذ هذه الحقنة بهذا لا يوجد ضرر عليها، وبالتالي لا يستدعي تدخل طبي عاجل أن احنا نطلب المريضة ونعمل لها أي إجراء، والحمد لله أن الله ستر وسلم في حالتها. الله ستر في يوم سعد، لكن غير مسعد إذا كان عندكم الصيدلية بهالحالة دكتور، الوضع ما يطمن. الوضع ما يطمن أخوي، صحيح الوضع ما يطمن، لو أن بصرف 4000 وصفة في اليوم زين وبيحدث عندي مثلا 100 خطأ أو حتى 10 أو 5 أخطاء. أنا أتفق معك دكتور. تعرف تعرف وش معنى 5 أخطاء في صرف أدوية مضروبة ولا منتهي صلاحية؟ تعرف وش معناتها؟ لا لا أعرفها وأعرف أضرارها. طيب. وأعرف المعيار العالمي، يعني لكن أقول لك خليك معي خليك معي دكتور، معليش أنا ودي أسمعك إلى الآخر، بس إذا تأذن لي 5 حالات أو أنت قلت لي من 4000 يصير 100 خطأ يا دكتور، 100 خطأ يعني قفلوا الصيدلية. شكرا. أيوة. يعني أنا أروح أصرف يا دكتورة، بروح أنا أصرف وأتحمل أنا المسؤولية أبرك من أني أنا أجي أخذ دواء يموت اللي معي. ها؟ لا أنا ما سمعتني يا أخوي عبد الله، وش قلت لك؟ أقول هذا كلامك الله يعافيك. أنت كلامك وش المشكلة يصير عندنا أخطاء؟ سمع، أنت قلت لي الصيدلية عندكم مضروبة صح ولا لا؟ أي والله أنا على كلام على كلامك على كلامك هذا يا دكتور، أنك تقول إذا صار 100 خطأ ما هناش مشاكل. أجل وش معناته؟ لا استنى أقول، قلت لك أنا معك أن الصيدلية مضروبة زين؟ أي لو حدث معي 100 أو 10 أو 5 أخطاء فأنا أتفق معك أن الصيدلية عندي مضروبة وعندي خلل كبير جدا. ها؟ سم. زين؟ ويجب أن يحاسب. نحن نهدف لأن يكون صفر كويس؟ إيه؟ زين؟ بتوفيق الله سبحانه وتعالى. صح. ولكن أنا أقول لك نعم أن أخطاء واردة، الحمد لله أن الأخطاء ما هي كبيرة، ولكن نحن نطمح أنها تصير صفر إن شاء الله. زين؟ إيه؟ الأخطاء كلنا نشترك فيها في المنشأة كويس؟ من إيه؟ مسؤولين ومن عاملين. نحن نعمل إن شاء الله أنها تصير صفر بإذن الله. طيب. لكن بس لما كلمة مضروبة، أنا قلت لك لما كنت مضروبة أنا أعطيتك بس أرقام، قلت لك فعلا في رقم معين عالمي لو وصلت له لا سمح الله فأنا بالفعل لا المستشفى ولا الصيدلية. طيب. تستحق أن تكون تعمل. طيب دكتور إذا تأذن لي، هل تضمن أن كل الأدوية عندكم في الصيدلية غير منتهية الصلاحية؟ شوف أخوي، الإجراء اللي يتبع في الصيدلية زين ولا لا، أنه كل شهر يعمل مسح كامل لكل الأدوية. كويس. ويسجل وكل دواء باقي على نهاية صلاحيته شهر زين. أيه؟ يوضع
على جنب. كويس؟ طيب. زين، بحيث انه يكون هذا الدواء بالنسبه لنا اللي هو محل اهتمام خاص. طيب. زين؟ هذا الاجراء بيعمل كل شهر بحيث انه احنا نضمن انه ان شاء الله ما هذا. طيب. الخلل اللي صار واعتقد انه حصل ايه؟ انه الجرد اللي صار في اول شهر 8 كويس؟ ايه؟ حدث في خلل. كويس؟ والجرد عادة الثاني اللي بيحدث في شهر 9 المفروض انه يكتشفه. كويس؟ بهذا الشكل. بمعنى احنا الجرد ما يعمل مرة في السنة او مرتين بحيث نقول انه فعلا فيه، يعني اذا 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 تكرر والله لا سمح الله وان كل جرد بنعمله حنغفل عن ادوية كويس؟ منتهية الصلاحية، فبالتالي فعلا يعني احنا تجاوزنا الحد المسموح فيه من المهنية في العمل. طيب دكتور، وش اللي بيصير الان في 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 ام سعد الله يرفعها بالعافية؟ يشوف ام سعد كالتالي، الطبيب المعالجة حتستدعيها ان شاء الله، حتتواصل معها. يا سلام. كويس؟ ايه. وحيكون في نقاش. اللي بيصير في قضية ام سعد احنا نحاول نسعى انه هذا الخطأ ما يتكرر حماية لها وللمرضى. صحيح. كويس؟ صحيح. في ان احنا نعيد نظرنا في السياسات والاجراءات اللي نستخدمها، نعيد نظرنا في مدى التزام منسوب المستشفى بهذه السياسات، نعيد نظرنا في مدى حاجتهم للتدريب اذا كان هناك خلل في انهم لم يطلعوا على السياسه ولم يدربوا عليها بما فيه الكفايه. طيب. فيجب ان نتعامل معها. الشيء الثالث انه اذا كان لا سمح الله انه هناك خطا فردي من شخص نتيجه اهمال او على عدم مبالاه كويس، فهناك اجراءات عقابيه في هذا الشان. زين، ان شاء الله بحيث انها ما الهدف منها بعقاب بحد ذاته، بالهدف منها انه الاهمال او عدم المبالاه في هذا في منشاه صحيه غير مقبول. طيب دكتور عبد الرحمن، اول شيء ابثني على شيء، انه انت طلعت بنفسك، هذه شجاعه، ما طلعت متحدث من عندك، بصراحه انا احترم هالشجاعه فيك، مشكور ما قصرت على ظهورك، ومشكور على تعاونك من اليوم الظهر وانت مع الشباب. شكرا لك الدكتور عبد الرحمن المعمر، المدير التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، أشكر هذه الشجاعة منك يا دكتور، شكرا لك.